ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده مش جايين نتكلم عن اي حد، لا احنا النهارده هنتكلم عن واحد اسمه لوحده وكفايه عشان يقلب لك يومك. لو كنت متابع السينما المصريه في العشرين سنه الاخيره فانت اكيد عدت عليك اعماله اللي بتخليك تسال انا ليه لسه عايش وبتفرج على الخرا ده لحد دلوقتي. النهارده هنتكلم عن الراجل اللي حول السينما من فن لفرخه بتبيض ذهب، الراجل اللي فاكر ان الضحك بالعافيه وان ده هو قمه الابداع، السبكي. ماشي، في الحلقة دي هنفتح كل الملفات اللي الراجل ده مخبيها، وهنشوف ازاي واحد زي السبكي بقى عنده القدرة انه يفرض علينا نوعية افلام بتخليك تسأل نفسك احنا بجد بنروح السينما ليه. ولو انت زيي بتكسل تروح السينما لان اقرب سينما ليك هي بعيدة عنك 700 كيلو، فبتسأل نفسك الخرا ده ليه معروض قدامنا على التلفزيون. هنشوف ازاي شخصيته الصعبة وقراراته الغريبة حولت الوسط الفني لمكب زبالة كبير، وهو الوحيد اللي عمال يرمي فيه زبالة. حط نفسك في مكان مريح عشان اللي هتسمعه النهارده هيخليك تبص على السبكي نظرة مختلفة تماما، ولو كنت بتحبه فاعمل حسابك انك ممكن تغير رأيك بعد الحلقة دي. وبعدين مين عبيط هيحب السبكي اصلا؟ انت مش عاوزني اتكلم؟ طب امشي. لا انت تعالى فك المايك. لا لا خلاص اتكلم انت وانا همشي. خلينا نواجه الحقيقة، السبكي عمل مجموعة افلام لو جمعناها على بعض ممكن تعمل منها موسوعة كيف تفسد السينما في 10 خطوات. يعني يا جماعة شوفوا الافلام دي، مطرح مطروح، ثانية واحدة، حملة فرعون، تحس انك داخل السينما عشان تشوف كارثة فنية بتحصل قدامك. الافلام دي مش بس ضعيفة، دي كأنها معمولة كده عشان تضيع وقتك وتطلع منك شوية فلوس على السريع وتمشي. مطرح مطروح مثلا ده فيلم بتحس ان القصة فيه عبارة عن مشهد متركب فوق مشهد من غير اي منطق تماما، الشخصيات بتتحرك وكأنهم مش عارفين هم فين ولا عايزين ايه، والمشاهد الكوميدية ايوه بقى دي مش بتضحك خالص قد ما بتخليك تسأل يا ترى انا عايش ليه وبتفرج على الخرا اللي قدامي ده ليه. ولا ثانية واحدة، لا ثانية واحدة بجد ايه القرف ده، فيلم بيوريك ازاي ممكن تاخد فكرة حلوة جدا وتدمرها بالكامل. السيناريو بيلف ويدور حوالين نفسه حرفيا، الشخصيات بتتصرف وكأنهم عايشين في عالم موازي ما فيهوش اي نوع من انواع المنطق. يعني فكرة ان الشخص يتحول لطفل فجأة دي ممكن تكون لطيفة لو اتعاملوا معاها بشكل محترف فعلا، لكن لا، السبكي قرر يخليها مجرد وسيلة يضحك بها علينا مش معانا. ونروح بقى لحملة فرعون، ده المفروض يكون فيلم اكشن صح، لكن للأسف اللي شفناه كان مجرد حركات ممكن يعملها لوشا في اي فيديو ليه على التيك توك عادي جدا. واتحل مش جاي معاكو الكلام ده، نبدأ الماتش. اسمع، يبقى نبدأ الماتش. اثبت يا بنت ولا اتحرك ياخد طلب بتنام. اثبت يا كل واحد في مكانه. اللي مش هيسمع كلام المعلم هعمل دماغه لحمة راس. الفيلم مفهوش اي نوع من انواع الاكشن الحقيقي، مشاهد الضرب والخناقات في الفيلم ده مش مقنعه تماما اقسم بالله، الحبكه متوقعه لدرجه انك ممكن تحكي نهايه الفيلم من اول 10 دقائق. فيلم سيء فشخ يعني، وربنا انا بستمتع فعلا وانا بتفرج على لوشا اكتر ما استمتعت وانا بتفرج على الفيلم ده. انا اسمي لوشا من بلد اسمها السيده زينب، وجاي لكم فرضان وجاي متعشم في رجوله وجدعانه. او مثلا اوشن 14 او اوشن 14، انت مش عارف انت بتقول عليه ازاي بقى، ده المفروض يكون فيلم سرقه كوميدي صح، بس اللي حصل انهم سرقوا مننا ساعتين من حياتنا. السيناريو مليان سيناريو ايه، مفيش سيناريو اساسا، الشخصيات كلها نمطيه جدا وحتى الافيهات مستهلكه بشكل مزعج، ومش مستهلكه اللي هو دلوقتي في زماننا، لا مستهلكه وقت عرض الفيلم عادي. هات كاس. لا هيبقى لا كاس ولا دوري. الفيلم يعتبر دليل حي على ازاي ممكن تدمر فكرة عالمية وتخليها مجرد نكتة سخيفة من واحد دمه تقيل. طيب خلينا ما نكملش كلام على الباقي من الافلام السيئة اللي لو فضلنا نتكلم عنهم والله ما هنخلص، وخلينا فعلا نتكلم عن محمد السبكي. تعالوا بقى نفتح ملف المواقف اللي الراجل ده غلط فيها، وخليني اقول لكم من الاخر، السبكي ده ما فيش موقف مر بيه من غير ما يسيب وراه كوارث، ما فيش حد في الوسط الفني اتعامل معاه الا وكان ليه قصة سودة يتكلم عنها. الراجل ده ما بيعرفش يعترف انه غلط تماما يا جماعة، مهما كانت الظروف عنده يقين تام انه دايما الصح وكل الناس حواليه هم اللي مش فاهمين. لو حد اعترض على حاجه تلاقيه نازل فيه شتايم وانه قد ايه ما بيفهمش وغبي وكانه بيحارب لاجل شرفه مش عشان يعمل فيلم. هو فاكر انه اكبر من النقد واكبر من ان اي حد يقول له لا يا سبكي انت غلط هنا، عنده فكره انه فوق الكل وان الناس دي كلها مش عايزين يقدروا عبقريته الفذه، ومن هنا تلاقيه دايما في مشاكل مع الكل. الراجل ده بيدخل في خناقات اكتر ما بيعمل افلام، مشاكله مع الممثلين اللي مش بيسكتوا على اي تجاوز منه او مع المخرجين
المشاهدين اللي حاولوا يقولوا رأي زيادة مش على هواه في شغلهم هم، حتى مع الإعلام اللي بيحاول ينتقد بشكل بسيط هو ما سلمش منه كصديق مش كغرفة ولا بتاع. أنا محدش يقدر يزلني ده فيلم ولا عشرين فيلم كله بالنسبة له حرب، وهو اللي بيحارب في ساحة المعركة وحده، مش قادر يتقبل فكرة إن أي حد ممكن يكون عنده وجهة نظر غير اللي في دماغه، ولو حد حاول يناقشه في حاجة يبقى هيقلب الموضوع لخناقة وقلة أدب، وكأنك بتتكلم مع حد في الشارع مش مع شخص مسؤول عن إنتاج أفلام بتتشاف في كل بيت. والكارثة الأكبر إنه مش بس بيدخل في المشاكل، ده كمان بيكبرها، بدل ما يحل المشكلة بهدوء أو يعترف إنه ممكن يكون غلط، لأ ده بيزيد الطين بلة ويعملها أزمة أكبر بكتير. يعني تخيل معايا إن الواحد بيتخيل إنه بعد كل المشاكل دي ممكن يتعلم حاجة أو يتغير للأحسن، لكن لأ، هو مع كل موقف جديد تلاقيه بيكرر نفس الغلط، مفيش تعليم تماما، مفيش تغيير، كله عناد وغرور حرفيا. الناس ممكن تتقبل الغلط مرة أو مرتين، لكن لما تبقى كل مرة بنفس الطريقة يبقى العيب مش في اللي حواليك، العيب فيك أنت يا سبكي. ده غير انه دايما بيتعامل بغرور وتكبر مش طبيعي، وبيشوف نفسه انه اكبر من انه يتناقش مع اي حد، عنده اعتقاد انه لازم الكل يسمع كلامه وانه رايه هو اللي هيمشي، وكان الناس دي كلها بتشتغل عنده مش معاه، ومهما حاولت تتفاهم معاه تلاقيه بيرد عليك بطريقه مستفزه جدا وكانك بتطلب منه المستحيل، واللي مش عاجبه بيبقى عدو ليه. مفيش حاجه اسمها تفاهم او احترام للاراء الثانيه، كله عباره عن فرض راي حرفيا، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. يعني من الاخر السبكي مش بس شخصيته صعبه، دي شخصيته عنيده مغروره وعنيفة، واحد مش عايز يسمع غير صوته ورافض يعترف ان الدنيا مش بتدور حواليه وان هو مش اهم حد في الدنيا دي كلها. وده مش بس بيأثر على شغله، ده بيأثر على كل حد بيشتغل معاه، وبيخلي الناس تبعد عنه بقدر الامكان وتكرهه من قلبها. فدخل السبكي الالفاظ المنتج محمد السبكي محمد اوكي الالفاظ مش كويسه وانا بلبس وبيعملوا لي الشعر، بس المشكله انه دايما بيطلع بشكل اقوى كانه بيقول للناس دي كلها انا هنا، واللي مش عاجبه يروح يشرب من اقرب بحر ولا يخبط دماغه في الحيطه. والحقيقه بقى ان الصناعه واللي ماسكين الصناعه مديين له الفرصه دي، فبقى فعلا في احتكار لحاجات كتير في ايد الراجل اللي قدامكم ده. خلينا نتكلم بصراحه، السبكي مش مجرد منتج افلام، ده يعتبر اله خلق المشاكل. الراجل ده شخصيته سيئة لدرجة انك لو قعدت معاه 5 دقايق هتحتاج بعدها جلسة علاج نفسي عشان تسترجع اعصابك. اول حاجة الغرور، مش غرور عادي، لا ده غرور من النوع اللي يخليه فاكر انه اله السينما وان كل اللي حواليه مجرد كومبارسات في مسرح حياته. عنده يقين تام انه الصح وكل الناس اللي حواليه غلط، ولو حاولت تقول رأيك تلاقيه بيبصلك كأنك جاهل او مش فاهم حاجة في الدنيا. الشخص ده مش بيعرف يعني احترام اراء الاخرين تماما، هو دايما شايف انه الكبير وان كلامه هو اللي لازم يمشي حتى لو كان غلط بين. محمد السبكي هتسأله تقول له ايه؟ ليه ايه؟ ليه عملت كده يا محمد؟ وطبعا مفيش تعامل معاه من غير ما تلاقيه داخل في خناقه مع حد. الراجل ده مش بيتناقش، هو بيهاجم كل مره حد بيعارضه، حتى لو كان معاه حق تلاقيه نازل عليه زي القنبله حرفيا. مفيش عنده حاجه اسمها نقاش بهدوء او محاوله للفهم، لا كل حاجه لازم تتحول لمعركه، كان السينما دي ساحه حرب مش مجال فني خالص. قولي لي انت قلت ايه لمحمد السبكي مره؟ اللي هو يعني جبت سيرة سابع جد وطالع بكل خير الناس، والناس بقت قاعدة اللي هي بتتفرج، الناس الجمهور العادي بيتفرجوا على التصوير عمالين يسقفوا فرحانين فيه، فرحانين فيه جدا. حقيقة حلال فيه اسم الله عليه. ولو حصل وكنت من اللي مش بيبلعوا لسانهم وبيسكتوا عشان ياكلوا عيش وقلت له انه غلط في وقت من الاوقات، يبقى حضر نفسك لانك هتبقى عدو ليه طول عمرك. ده غير انه بيتعامل بفوقيه واستعلاء مع الكل حرفيا، كانك بتشتغل عنده مش معاه. ولو كنت ممثل مخرج او حتى عامل بوفيه، هو دايما شايف ان الكل تحت ايده وانه الوحيد اللي بيفهم وسط كل دول. التعامل معاه بيحسسك انك اقل وانك مجرد ترس صغير في اله ضخمه بتتحرك على مزاجه. ولو حاولت تقدم اي اقتراح في الشغل تلاقيه رافض تماما من غير حتى ما يسمعك للنهايه. السبكي مش بس عنده مشكله مع النقد، ده عنده حساسيه منه. النقد بالنسبة له هو إهانة شخصية، مش محاولة لتحسين العمل الفني أو تطويره. عشان كده دايما تلاقيه في خناقات مع النقاد أو الصحافة أو أي حد بيحاول يقول كلمة حق مش عاجباه. الردود بتاعته دايما هجومية، مش بعيد يحبسني والله عشان اللي بقوله عليه دلوقتي ده، ولا إيه بكرة بيتهمني بالسب والقصف. ركز يا سبكي، أنا مش هتمتكش طول الفيديو، اللي بعمله دلوقتي ده اسمه انتقاد لشخص يستحق انتقاد حاد، مش مجرد كلمتين وخلاص. انت كأنك بتحارب كل اللي حواليك بدل ما تحاول تفهم وجهة نظرهم. وفوق كل ده بقى طريقته في استغلال الناس اللي حواليه مفيش زيها. الشباب الجداد في المجال بالنسبة له دول فرصة عشان يملأ أفلامه بوجوه جديدة بأجر قليل. وبالمناسبة بما اننا قلنا شباب وبتاع، هسيب لك لينك قناة تحت اسمها رجع الشريط، اتمنى تتفرج عليها لانها شاطرة جدا وتستحق بجد انها تتشاف. المهم انه بيعمل لك فيها انه بيقدم فرصة عظيمة للشباب، فلو حد قال لك انه اشتغل مع السبكي وطلع سليم فصدقني يا هو كان محظوظ جدا
يا إما بيعرف يبلع المر من غير ما يشتكي، يا إما هو بيطبل عشان يعيش وبيرقص للقمة العيش. في النهاية يا جماعة عايزين نكون واضحين، السبكي مش مجرد اسم في عالم السينما المصرية، ده بقى علامة مسجلة على أفلام بتمثل كل حاجة غلط في الصناعة. الشخص ده أثبت لنا إنه ممكن تخلي السينما مجرد تجارة بدون فن وبدون رسالة وبدون أي احترام لعقلية المشاهد. احنا مش هنا عشان نهاجم وخلاص، احنا هنا عشان نقول اننا تعبنا من مستوى الافلام اللي بتستخف بعقولنا وبتقدم حاجات مش قادرة حتى تكون مسلية. الراجل ده فاكر انه بيعرف يعمل فلوس، لكن الحقيقة انه بيخسر احترام الناس يوم بعد يوم. وكل مرة بنشوف فيلم جديد من انتاج السبكي بنبقى بنسأل نفسنا لحد امتى هنفضل نتحمل المستوى ده؟ هو امتى هيفهم انه في حاجة اسمها جودة او كواليتي، يعني حسب تعليمك، يعني في حاجة اسمها فن، في حاجة اسمها رسالة، او يمكن هو عارف بس مش فارق معاه، واللي مش عاجبه يروح يشوف له سينما تانية. الرسالة النهائية بسيطة، احنا زهقنا والوقت حان اننا نقول كفاية كده، مش عايزين نشوف سينما تتحول لسيرك، مش عايزين نشوف أفلام هدفها الوحيد تكديس الجيوب على حساب عقلية المشاهد. يا سبكي لو مش هتعرف تقدم حاجة تستحق ان الناس تتفرج عليها، يبقى يمكن الوقت حان انك تفكر تشوف لك شغلانة تانية، لان السينما محتاجة ناس تقدرها مش ناس تستهتر بيها. ولو الحلقة دي خلتك تفكر مرتين قبل ما تشتري تذكرة الفيلم الجديد للسبكي، يبقى انا عملت اللي عليا. وفي النهاية اللي مش عاجبه كلامي يبقى اهلا بيه في خناقة جديدة في عالم السبكي. سلام.